وهذه اول شجره اللي هي التكوما. شوفوا وش حالاتها ما شاء الله، اوراق وخضار، ونعرف حنا ان طول السنه تقريبا مخضره. ولا والميزه الجيده فيها طبعا اجواءنا، تستحمل اجواءنا، ماي مالح. والحلو اللي فيها واحسن من الكونكاروس بوايد انها تطلع ازهار. الان راح تبدا موسمها، تطلع ازهار صفرة، تنترس تصير ازهار صفرة طول موسم الربيع باذن الله تعالى. شوفوا احنا ما هندمناها للحين، بس لو نقص بعد فوق زياده تصير كثيفه اكثر. شوفوها ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللي عقبها الجلوكه، اها اكاسيا جلوكه هم نفس الشيء. شوفوا شوفوا الجمال ما شاء الله جميله. وهذه بلشت بالهمن كذلك ازهار الصفرة، والنحل يستانس على ازهارها. شوفوها شوفوها ما شاء الله، حتى لو نقصها من فوق اكيد راح تغطي تحت وراح تصير كثيفه من احلى ما يكون. شوفوا 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 ما شاء الله لا قوه الا بالله. ونفس المواصفات، تستحمل مياه مالحه وكذلك اجواءنا والشكل جميل، وكذلك ميزه اللي هي قضيه الازهار الجميله اللي نحلنا يستفيد منه. ما شاء الله تو بادي تزهر سبقت التكوما ما شاء الله ما شاء الله. وهذا البروش، البروش طبعا نموها بطيء بس هم جميله، وتطلع الازهار اللي تشبه البروش وجميله جدا جدا متميزه. بس مشكلتها ان ازهارها فترتها بسيطه، تطلع فتره معينه وفتره بسيطه وتروح، بس تبقى شجره عوده تتم شجيره ارتفاعها تقريبا يوصل لمترين مترين ونص، قد يوصل 3 أمتار بس. ونموها بطيء مثل ما قلت لكم. من حق السياج تصلح ان تصير سياج ما شاء الله. وهذه اللي بعدها الكرمونه، كرمونه ما شاء الله جميله. شوفوا ترى العامه وما في مصد ولا شيء، وزرعينها من العام مر عليها الصيف. شوفوا ايش حالاتها ما شاء الله، الكرمونه عجيبه. بس شنو هذه؟ حق سياج نازل، سياج صغير نكيفها دواير. جميله 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 كرمونه، شوفوها وايد حلوة. وهذه التجربة قدامكم، ها وخضارها غامج ما شاء الله. وهذه عاد الملكة، شوفوا شوفوا ما شاء الله المجنونة، شوفوها شوفوها ما شاء الله جميلة جميلة مجنونة. حق السياج خاصة وقتها الحين، يعني وقت التزهير الحين بقوة انطلاقها كنموات خضرية. بشكل عام كل النباتات نموات خضرية قوية، وكذلك التزهير. شوفوا تزهيرها، تزهيرها طبعا هذا مميز ما في كلام، ما عليه كلام، اللي هي المجنونة. طبعا تجي انواع، تجي مجنونة المكبوس، المجنونة مش عارف متسلقة الى اخره، هذه المتسلقة.